اهلا بحضراتكم من جديد، رئيس القسم الرياضي بالاهرام والكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمود صبري في ضيافه الاهلي الليله. منور الدنيا كالعاده. انت اللي منور الدنيا كده، ربنا يخليك. مفاجاه سعيده بالنسبه لي على فكره. ربنا يخليك. انا اسعد. كل سنه وحضرتك طيب. ازي الصحه والسلامه يا اخي. عايز نبدا منين؟ نبدا من اللي احنا شايفينه. قول لي. انا الاسئله اهي. قول لي اللي حضرتك شايفه. نبدا من البلاتينيوم. اوكي. نقطه من اول السطر. من وجهة نظري نقطة من أول السطر. لا وضح لي شوية. هوضح لك. اوكي. التعادل والهزيمة وتباين المستويات ده شيء وارد في الكورة، يعني احنا مش مختلفين معاه. تمام. بس لما نيجي احنا نتكلم وبنتناول حاجة، في فارق من نقد بناء وفي نقد هداف. جميل قوي. خلاص؟ جميل قوي. والنقد بيبقى مفيد لما أنت بتقدم الحلول وبتقدم الطرح بتاعك، بيبقى لك بيبقى في رؤية واضحة هدفها. مش تضليل الجمهور، الجمهور مش تقدر تضلله، لا الجمهور ذكي، جمهور الكوره خلاص فاهم كل حاجه. مش معاك تماما. حتى جمهور الكوره حاليا زي ما الاداره زي ما اللعيبه اختلفوا، مش لعيب الزمان زي ما الجمهور مش جمهور زمان، كل شيء اتغير. تمام. وكل دلوقتي واحد شايف رايه وشايف شخص، لكن طرح الاراء والمسائل لانه بقى في مساحه اسمها السوشيال ميديا بتقدر تعبر. عالم افتراضي انت عايش مع نفسك، كله عايش فيه، وعالم يبدو انه اصبح ايه؟ اصبح ذا تاثير واضح. تعادل الاهلي ممكن يبقى درس ومنه تنطلق، وممكن يبقى درس وما تستوعبهوش وترجع ايه؟ القهقري زي ما بيقول. تمام. رد الفعل يمكن يعني براس صن داونز ما زال اثرها يعني موجود. المباراه دي كان المفروض يعني تكون يعني تتحط كده نتيجتها من وجهه نظري، تتعلق في اوضه اللبس وتتحط على كل لعيب وتعمل لها عباره كده انه ده يعني ايه نقطه سوداء في تاريخكم مثلا، انه من النقطه دي نقدر ننطلق ونتعلم انه اللي حصل كان في ظروف اضطراريه تعرضتوا ليها، اللعيبه ما كانتش في حالته كده زي مباراه البلاتينيو. هل التعادل ده يخليك انك انت مثلا نبدا الهجوم وننتقد، يعني ننتقد الانتقاد السلبي انه كل الدنيا ظلمه وانه خلاص روحنا ومش راجعين؟ لا مش 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 ده مش ده الهدف. لا عندك فرصه ولازم يكون عندك ثقه في 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 في, في قدرات الفريق انه يقدر يرجع في مباراه النجم بنتيجه كويسه، ويقدر يعمل مباراه مع الهلال. ما لو ما عملتش مباراتين زي دول ما هتاخدوا البطوله ازاي؟ تمام. ده انت لسه في دور الثمانيه وبعد كده دور الاربعه وبعد كده الفاينل. تمام. فاينل مباراه واحده. تمام. يعني انت باقي لك على المباراه النهائيه كم مباراه؟ ثلاث يعني ايه مباراتين لسه في الجوله الخامسه والسادسه، ومباراة في دور الثمانية، مباراتين رايحين جايين اهو، ادي أربعة، ومباراتين في الدور قبل النهائي، ادي ست مباريات. اوكي. وبعد كده المباراة النهائية. تمام. تعادل صادم بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، وصادم بالنسبة لناس كتير ما كانتش تتوقع، خاصة إن الفرقة دي خسرت من النجم الساحلي 3-0، وكان كل الظروف مهيئة إنه الفريق رايح يعني راجع بالثلاث نقاط اللي هي تخليك عندك هدوء تكسب النجم، خلاص صعدت. تمام. مش هتبقى تحت رحمة يعني إيه مواجهة الهلال. تمام. ما حدث لم يكن متوقع، لكن محتاج من الجهاز الفني، محتاج من الجمهور مساندة لتخطي العقبة الصعبة جدا مباراة النجم. يا جماعة مباراة النجم مش هتكون مباراة سهلة على فكرة. أكيد. والنجم يعني النجم عارف نفسه إنه هيجي هنا طبعا. واتفرجوا على مباراة النجم والهلال وشوفوا يعني التكتيك ازاي اخراج المنافس من تركيزه في الملعب. شوفوا عمليه الضغط عليك نفسيا واستغلال المشاكل والصدام مع الحكم ولاعيب مصاب يطلع لا ما يطلعش، لا هنغير لا مش هنغير. الحاجات دي اصبحت يعني ايه احد ادوات يعني فريق النجم، زي ما عمل في مباراه الذهاب مع الاهلي، وشوف الاحتكاكات والصدامات زي ما عمل مع فريق الهلال في مباراه اللي خسرها على ملعبه 1-0 نفس الشكل. فاللي انا عايز اقول احنا يعني الناس مطالبه بالالتفاف حوالين الفريق ومساندته لتجاوز يعني خطوره الامر في اللحظه دي، انه عندك مباراتين صعبتين جدا، لكن قدراتك تاهلك وامكانياتك تاهلك انك انت تتجاوزهم، بس ايه بنوع من التركيز الشديد جدا، وانك انت تكون كمان في نفس الوقت اتعلمت من الدرس اللي حصل في بلاتيني. تمام. من وجهه نظري
لم اكن اتوقع انه الفريق يظهر بهذا المستوى، يعني خاصه في الشوط الاول. يمكن الفرقه رجعت 10 دقائق في بدايه الشوط الثاني، قدرت تجيب جولين، واحد اتحسب والثاني اتلغى، وضاعت كذا فرصه كان ممكن لو بنوع من الضغط شويه كان ممكن تخلص المباراه. تمام. لكن يعني لو يعني انتهاء المباراه ومكسبك فيها، بعد كده نتحاسب بقى على الاداء بقى، تتحاسب على ايه؟ على اللي حصل فيها. لكن محتاجين فعلا في بجانب الدعم المعنوي والمسانده، محتاجه اللعيبه نفسها تقدر تعرف ان هي بترتدي فانله النادي الاهلي. محتاجه اقول لهم يا جماعه ما انتوا كنتوش تعرفوا، فريق النادي الاهلي فاز بدوري ابطال افريقيا بدون دوري بطولتين ورا بعض وبدون جمهور. فريق النادي الاهلي كان بيسافر فخر الدنيا وبيلعب في الجونه وبيجي من الجونه وبيسافر هنا وبيسافر هنا، ها، وخد بطولتين صعبتين جدا. انتوا بتوفر لكم كل الامكانيات، كل الدعم من الاداره، كل الدعم من الجمهور، ايه اللي ناقصكم عشان يبقى عندكم تواجد قوي في افريقيا زي النتائج اللي معموله على المستوى المحلي؟ ايه اللي ناقص؟ انا وجهه نظري انه يعني التعادل ربما يكون مفيد، ومفيد بالنسبه ها لمستر فايرل بالذات. تمام. من ناحيه ايه؟ حط تحت خط الدفاع 100 نقطه. احنا مش احسن، ها؟ ممكن في مباراه احنا لسه بنتابعها ما بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد على كاس السوبر، لا في دفاع، في تنظيم دفاع، لازم الدفاع. ما كانش عندك دفاع قوي، ها؟ الدفاع القوي هو منع اصابه مرماك باهداف، ثم الانتقال لمرحله التفكير في انك انت تجيب جول. طيب هتقول لي لا ده احنا لازم نهاجم ولو جه فينا جول مش لا ما ينفعش الكلام ده. ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام. الاهلي من الفرق اللي ما بتعرفش تدافع لانه فرقه هجوميه، لكن اذا لم تمتلك انت دفاع قوي يكون حق الصد ليك تحت اي ظرف، ودليل بقى مانويل جوزيه، وديك انت لعبت مع مانويل جوزيه ولاعب النادي الاهلي في مباراه مواجهات صعبه، كان الاهلي فاتح الملعب، كان بيدفع باني دفاع وبيعتمد. ويمكن اتذكر مباراه لا يمكن انساها، مباراه انيمبا النيجيري اللي اتصاب فيها كوتي بعد 8 دقائق او 12 دقيقه. كان انيمبا ما كسبش، بص لم يعرف الهزيمه على ملعبه على مدار اعتقد 18 مباراه او 19 او 17. وكان مكسب الاهلي مفاجاه لم يتوقعها احد في ملعب ايه؟ بيركتين. دفاع محكم وهجمات مرتده سريعه في منتهى الخطوره. في الحاله دي اقول هذا عيب على جوزيه، واقول انه كنت يعني كنت بتلعب دفاع اصلا، انت مدافع ما ينفعش. هو المدافع نتيجه ضعفك ولا المدافع نتيجه احترام قدراتك وقدرات المنافس اللي قدامك؟ طب الترجي لما كسب امبارح 2-0 كان بيهاجم طول الماتش، ده كان قافل وبيعتمد. النجم لما كسب الهلال، شوف الهلال ضيع كم فرصه، لكن كان اعتمد خطف المباراه ولا ما خطفهاش؟ ها؟ مازيمبي نفس الشيء. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ بلاتينيوم درس مهم جدا في افريقيا، انه افريقيا مختلفه يا فايلر عن الدوري المحلي. افريقيا كره يعني رغم تواضع مستوى بلاتينيوم، لكن بلاتينيوم ضاف لفرقته عناصر، لكن انت محتاج لا تغير فكرك، لا الاهتمام بالدفاع الرقم واحد في افريقيا. لازم يبقى عندك دفاع قوي، وعندك الانتقال من مرحله الهجوم دي حاجه ثانيه، انت ترتيبك بقى السرعه نقل الهجمه خطف هدف خارج ملعبك. لكن ازاي هتفوز بطوله افريقيا وانت حتى لا متحقق فوز خارج ملعبك؟ المنافسين التانيين فازوا مباراتين، يعني النجم فاز، منافسك فاز على بلاتينيوم وفاز على الهلال وخسر في ملعبه. انا بكلمه وخسر في ملعبه. الترجي فاز في مباراتين، فاز على الرجاء وفاز على فيتا كلوب. انا هناقش حضرتك من دور اللي هو بيرد باسم الفريق. ماشي، انا معاك. ماشي، عشان هتراجع ما انا بكلمك فضل. هتراجع مازيمبي هتلقى كده، هتلقى فيه النتائج. هتبص على الوداد ممكن نتائج اقل شويه، لكن انا بقول لك ايه؟ الترجي حتى الان لم يصب مرماه بهدف. انا شايف ان الترجي هو اقوى منافس في البطوله على فكره. تمام. ماشي؟ لانه فريق منظم، فريق تم تدعيم صفوفه بشكل كويس جدا، ياتي بعد منه مازيمبي. ياتي بعد منهم بقى اللي انا شايفه بيقدم افضل كوره من الاثنين، يعني كوره جماليه صن داون. برضه شوف نتائجه بره، كسب اتحاد العاصمه. ها؟ وعامل نتائج على ملعبه كويسه جدا. فاللي انا عايز اقوله الاهلي يستحق يكون في مكان احسن من كده من وجهه نظري. تمام. لازم يبقى في غيره على الفريق افضل من كده، لازم يبقى في روح قتاليه افضل من كده. بغض النظر مع كامل احترامي تقول لي مدرب مش مدرب، لا الاهلي
اللي احنا شفناه على مدار تاريخه ممكن يكون مدرب عامل ايه في الملعب، لكن في لعيبه في الملعب لها موقف، لها شخصيه، في قائد في الملعب، شخصيه البطل حتى الان لم تاتي الى افريقيا. الاهلي ما زال يبحث عن شخصيته في افريقيا حتى لما من بعد 2013 وانت تعاني، انت تعاني يعني. بص تروح وتيجي، وصلت مباراتين نهائيه خسرتهم، خسرتهم باخطاء دفاعيه، خسرتهم ها هقول لك اخطاء دفاعيه مع ظروف مع تغير. بص كل العوامل انا معاك في حاجات تانية، لكن الفرقه فين؟ الفرقه اللي ثابته على الارض يعني. عاوز اقول لك ايه، امتى ترجع شخصيه البطل الافريقي مره تانية؟ دي اعتقد انها محتاجه شغل كبير جدا من الجهاز الفني، محتاجه نجيب لهم لعيبه من اللعيبه الكبيره تقول لهم انه الاهلي لما كان بيلعب في افريقيا كان بيروح ينزل في فنادق ما فيهاش حمامات، ما فيهاش ميه. اقعد مع اللعيبه الكبار صنعوا تاريخ الاهلي، هم يحكوا لك وتسمع عن اللي اتعمل قد ايه. بالظبط. الاسم ده ما اتبناش في يوم، ده اجيال سلمت اجيال. انتم مطالب النهارده لازم تعرفوا حجم الفريق بتلعبوه. طب تعالى بتلعبوا له والفريق، وعاوز اقول لك ايه، حجم الجمهور اللي هو مطلعكم فوق السماء. لا ما ينفعش، الامور مش محتاجه خلاص، لم يعد في قوس الصبر من منزع، خلاص الناس استحملت الصبر على كده. يعني ايه 7 سنين النهارده مثلا انت بعيد عن بطوله افريقيا، تقول للسنه دي النتائج كذا، بقول لك لا ده محتاجه وقفه، ووقفه كبيره جدا كمان. طب تعالى نتكلم بطريقه عمليه اكتر كمان. انا معاك كده. بلاتينيوم مش الفريق الجامد صح خالص. انت لعبت في الدوري هنا فريق اقوى، فرق اقوى منه في الدوري العام. اللي هي كسبت الزمالك، كسبت سموحه، كسبت اقوى من بلاتينيوم اللي انا شايفه يعني. ايه اللي بيحصل او ايه اللي حصل باختلاف الدوافع بتاعت بلاتينيوم كمان، حتى اللي هي بقى الفرصه النجاه الوحيده ان هم ممكن يكسبوا النادي الاهلي يدخلوا تاني في الجو الافريقي او في المجموعه تاني، ان هم جددوا او جابوا لعيبه جديده. ايه اللي بيحصل بقى يعني؟ انا مش شايف المنافس قوي خالص. فيعني اللي يحصل بلاتينيوم مش فريق مرعب خالص. ما انا عشان كده بتكلم، انت السبب في ايه؟ انت في ايه تحديدا؟ انت على ما انت يعني على ما يبدو انت مش عاوز اقول ما اديتش المباراه حجمها؟ ها؟ اصل ما فيش مبررات، يعني هتقول لي درجه الحراره، تقول لي الرطوبه، درجه الحراره كانت 24. ها؟ هتقول لي السفر، انت مسافر قبليها، هتقول لي كان المفروض ياخد طياره خاصه، ده كلام بقى يرجع بقى يعني يتقال في الكلام. لا 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 خالص خالص. ماشي؟ خالص. مش دي المبررات. لعيبه محترفه تلعب في فريق بيوفر لك كل الامكانيات، كل الاجواء مهيئه لك، ايه اللي ينقصك؟ يعني انا يعني عاوز افهم. بص انا عاوزك تفهمني ايه اللي ينقص، ايه ناقص عشان تقدم مباراه قدام مع كامل احترامي لما انت ضغطت بانت حجم قدرات بلاتينيوم، لما انت مسكت الكوره في 10 دقائق جبت جولين، ها؟ واحد اتحسب والتاني الحكم حمل الرايه ربنا يسامحه لغاه. خلاص؟ يعني انت كان عندك المقدره انك انت ايه تريح نفسك وتخلص 45 دقيقه ما تظهرش في الصوره خالص. 45 دقيقه ما هو تصريحات مستر فايلر قال كده، انا يعني احنا لا نستحق الفوز، الشوط الاولاني احنا ما عملناش، ما رحناش، ما جيناش. ايه السبب اللي خلى الحاله الغريبه؟ طب استاذنك اخد كابتن احمد ناجي نجم مصر ومدرب حراس نادي سموحه. مساء الفل عليك يا كابتن احمد. ازيك وسلام كبير جدا محمود صبري صديقي العزيز. الله يخليك يا كابتن، والف مبروك يا كابتن، ان شاء الله بالتوفيق. كل سنه وحضرتك طيب، ومهمه جديده وطبعا قدها وقدود. والله انا حاسس ان انا يعني مش عارف، احساس غريب كده لسه ما جربتوش يعني، لكن الدكتور ان شاء الله يوفق وتبقى تجربه وتحدي جديد، وان شاء الله يبقى الامور كويسه ان شاء الله. حاسس بيها يا كابتن؟ الو انا معاك يا ميس. حاسس بايه؟ بقول لك حاسس باحساس غريب يعني، ما طلعتش بره النادي الاهلي غير على المنتخب او على سفر بره مصر. اول مره طبعا في حياتي في تاريخ التدريبي كله اشتغل يعني في نادي سموحه، طبعا نادي كبير ومكانته كبيره، وان شاء الله يكون على قد المسؤوليه دي. ان شاء الله كابتن حضرتك يعني تتشرف اي مكان وتزوده. طبعا كابتن احمد ناجي خبرات كبيره جدا. طبعا مش عايز كلام. لا احمد ناجي
مش عشان هو على الهوا يعني، مش موجود. احمد ناجي من مدربين حراس المرمى اللي تقول فيه علامات كده في اكيد في تدريب حراس المرمى، فتقول عليهم بتضيف عليهم كابتن احمد ناجي. احمد ناجي من الناس اللي هم يعني زي ما بيقولوا حفروا في الصخر وصنعوا اسم، مش مجامله، لا ده استحق جهد كبير جدا، والنتائج واضحه لما لو جينا كتبنا هنقول عنه حاجات كتير. اتمنى له التوفيق وتجربه جديده مهمه، زي ما بقول لك هو احساسه طبعا زي احساس زي اي حد يعني، وانت ضربت الاهلي منتخب فرايح حاجه جديده في مصر في اسكندريه، فبرضه يعني ايه لسه يعني. فلكن اعتقد ان شاء الله مع الكابتن حماده يعملوا حاجه كويسه جدا، ويعملوا يقدروا يعني يعملوا مع سموحه نتيجه كويسه جدا، خاصه كل الاجواء مهيئه ان هي اكيد ان شاء الله. كابتن احمد يعني اول اعتقد ان هي لو في مباراه الاهلي وسموحه اعتقد انها تبقى اول مواجهه ليك ضد النادي الاهلي. لا هتبقى تاني مواجهه، لان اشتغلت مع نادي الشمس مع كابتن مصطفى يونس مباراه النادي الاهلي قبل كده. لكن طبعا انا مدرب محترف واكيد اتمنى التوفيق طبعا طول الوقت للنادي الاهلي، سيدنا من ابنائه، ولكن العمل الاحترافي النادي الاهلي تعلمنا فيه الامانه والاخلاص اكيد، وان شاء الله يعني بطلب من جماهير النادي الاهلي وكل الجماهير المصريه التوفيق لينا ان شاء الله، والكابتن حماده والكابتن احمد عبد الفتاح والكابتن خالد جعفر وكل المجموعه ان شاء الله. اكيد يا كابتن، اكيد ان شاء الله، اكيد كلنا قلوبنا مع حضرتك، كل جماهير الاهلاويه طبعا بتمنى كل التوفيق لحضرتك، لكن يعني الف مبروك الاول طبعا، وان شاء الله ربنا يوفقك. عايز اسال حضرتك سؤال، الاهلي الافريقي حضرتك شايفه ازاي؟ والله يعني كميه لعيبه يعني غايبه عن الملعب برضه تاثر بشكل كبير على المردود الفني والاستراتيجيه المدرب اكيد، لكن الاهلي لما انحضر زي ما انت عارف الشوط الاولاني ما عجبنيش في المباراه اللي فاتت، بدانا نفوق شويه في الشوط الثاني، لكن هي طبعا النتيجه مش حلوه لان بقى فرقه طبعا قليله المجموعه، وكان مفترض ان احنا نعمل النتيجه دي ونريح من الفرقة المبادئة. أكيد أكيد. النجم الساحلي الهلال السوداني شايف المواجهات هتكون إزاي؟ المباراتين صعبين، لازم تكسب النجم الساحلي مبدئيا يعني، وبعدين على حسب بقى النتائج اللي بعد كده، وإن شاء الله بإذن الله أنا حاسس إن النتائج هيتوسع وهيكون أول المجموعة كمان بإذن الله بإذن الله. عايز اساله في حاجه يا استاذ محمود؟ لا لا كابتن احمد، انت متخوف من التجربه؟ اول مره اكلمك واحس بصوتك كده مش عارف يعني مش قصدي لا مش متخوف من التجربه، ان هعمل شغل ان شاء الله اكيد اكيد يعني هموت نفسي عشان يعني مش متعود غير على النجاح، والكابتن حماده برضه اكيد فيعني ان شاء الله باذن الله مش متخوف، ولكن انا قلت ان هي حاسس باحساس غريب يعني شويه، ان انا بكون لاول مره في الدوري المصري مع احد الانديه الكبيره يعني برضه اكيد، ان شاء الله بعيد ان التجربه تبقى يعني تاسس مره، وزي ما احنا متعودين ان شاء الله الناس تبقى يعني مبسوطه بوجودنا، وان شاء الله باذن الله نحقق هدف النادي ان شاء الله باذن الله. كابتن بتمنى لك التوفيق انا يعني شخصيا، وان شاء الله اضافه كبيره جدا جدا لاي مكان يا كابتن احمد، وتشرفوا وتكبروا، واكيد يعني اضافه كبيره جدا لسموحه. اشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد ناجي النجم الكبير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق والمدرب الحالي لحراس نادي سموحه. نرجع للموضوع. تفتكر الحاجات اللي قالها كابتن احمد ناجي كنت اسالها لك، اللي هو غياب لعيبه 11 لاعب بتاثر مصاب 11 لاعب مصاب دي قضيه ثانيه، قضيه كبيره. طب سؤال برضو، بيحصل حاجه جماعيه انا بستغربها في الكوره، يعني مش واحد واثنين بقعوا منك، لا بتلاقي 8-9 بعيد عن المستوى خالص. هل النادي الاهلي او النادي البطل في انديه كبيره كده لما بيجي فيها جول في الاول بتضرب لخمه كبيره جدا، ممكن احنا نتاثر بحاجه زي كده يا استاذ محمد؟ لا ده تبقى البطل مش متعود ياخد اللي هو لا طبعا. بص عاوز اقول لك على حاجه، موضوع الاصابات بامانه شديده يا كابتن محتاج وقفه بامانه شديده. يعني ازاي يقعد كريم نيفت سنه ما يرجعش؟
داخل في سنه النهارده 10 شهور شهرين وكم من سنه في غضروف. انا على فكره لما سمعت الكلام بتاع حمد فتحي انا اتخضيت على فكره. ازاي 9 شهور من امتى؟ يعني يقول لك العلاج اتغير او طريقه العلاج اتغيرت للغضروف في المانيا. ايه يا جماعه الكلام ده؟ محمد محمود هنقول اصابات قدريه عوده ثم اصابه ثم ماشي. ها شوف الخلفيات عاد شوف محمود وحيد. بص بقى انا مش عاوز يعني مش عاوز اقول لك، انا عاوز اقول لك بامانه شديده محتاجه فعلا، محتاجه فعلا يعني يتشاف ايه السبب. هل فعلا الكلام اتقال على مثلا يعني جانبها اصابات في ملاعب وجانبها اصابات بيقول لك ملعب ارضيه التش محتاجه يتغير ويتقفل ويتعمل والظروف والدنيا. طب يا جماعه طب دي ثروه النادي هي لعيبته. دي مشكله الملعب كمان. في فرق بتتمرن على ملاعب اصعب من التش. ما انا بكلم انا بعدين برضه شوف انت بتقول ايه. يعني هل يعني القدرات العضليه ولا الحاجه في اللعيبه فيه مشكله؟ هل في يعني احماس زايده؟ هل ما كل دي تساؤلات الناس شغاله تتكلم يا كابتن، محتاجه برضو يعني ايه اجابات. يعني الطموحات كبيره على البطل ان هو يرجع كتير يرجع يرجع في افريقيا. ده الشيء المهم. انت لم تعد بعبع لافريقيا كما كنت عشان نكون صادقين، واللي يقول غير كده يبقى راجل مش صادق. الاهلي الاهلي كاسم يستحق اكتر من كده، يستحق الناس دي تموت نفسها، يستحق الناس دي تعرف انك انت يعني ايه بتلبس فنيه الاهلي. لو انت بتعرفش قيمه الاهلي اقعد اتفرج وشوف، اقعد اسمع، هات حد جنبك يحكي لك ويقول لك. انت يعني المساله هل ده يجرنا ان احنا نقول ان احنا نفقد الثقه في اللي موجودين؟ لا انا مش بتكلم على كده، بقول لهم يا جماعه خدوا من درس بلاتينيوم نقطه، وقف كده مع نفسك كده وشوف. لانه الناس ما نسيتش صن داونز عامله ازمه على فكره. كل ما تيجي تتكلم يقول لك اللي حصل. يعني المفروض الكلام ده يخليك في افريقيا قد الدوري مرتين ثلاثه. يعني ايه؟ يعني لازم. واكيد الكلام ده بيتقال لريني فايلر، بيتقال له انه افريقيا، لكن على ما يبدو ان هو لسه ما احفظش. يا جماعه افريقيا ما ينفعش فيها كده. يعني ما افريقيا ما ينفعش انك انت يعني مثلا هات اداء الاهلي قدام النجم. النجم سابك ساب لك تلتين الملعب، عمل يعني كل الناس كان عندها ثقه انه رايح النجم هيكسب. ما فيش حد كان عنده مخيبه، لك النجم عنده اصابتين جامدين وعنده متراجع في ترتيب الدوري لكن في فرق بتعرف تكسب وكسبك بجمله وطرد. بص عايز اقول لك على حاجه، يعني هنقول الطرد في اول ربع ساعه ده بوظ الدنيا. انا مع اول 10 دقائق خلاص، لكن هو ساب لك تلتين الملعب ما سابلكش سيطره على المباراه، بس انت مش عارف تخترق وقفل قفل عليك خلاص. بخسرت مباراه هنقول في ظروف مباراه الهلال، لعبت شوط كويس وهدرت اكثر من فرش شوط تاني برضو، نتيجه برضو نوع من الاستهتار طوال اضاعه الفرص كان نتيجتها انه فريق الهلال جاب جول. جول غريب، قول لا مبرر له ولا منطق. اداء بلاتينيوم هنا، رجع يا كابتن كده وحلل كده اداء بلاتينيوم هنا. كان كل الناس متوقعه ان الاهلي هيفوز 6-0 و5-0 على الاقل على الفرقه دي بعد ما شافت ايه النجم فاز عليها 3 في ملعبه. تمام، انت فزت 2 بالعافيه وهم راحوا عليك اكتر من مره. كان ده مبرر ليك وانت عرفت كمان هم غيروا 6 لعيبه انك انت في المباراه الثانيه لا ما فيش فرصه، انت رايح تخطف هدف، انت عاوز 1-0 عايز 1-0. طيب ما جاش ال 1-0 وكان يعني مش يومك. هل انتهت البطوله بالنسبه؟ لا ما انتهتش. هيبان بقى، هيبان القدرات، قدرات البطل. تمام، البطل قدراته واضحه، قدرات لعيبه البطل. تمام، هل هم قادرين على تحمل المسؤوليه واثبات في المباراتين دول ان هم يستحقوا ان هم ياخدوا البطوله؟ لابد من حسم المباراتين دول، لا تفكير لا مقبول ولا ولن يتم التنازل سوى عن الست نقاط. تقول لي الهلال كسب، الهلال مع كامل احترامي ليه الهلال او الهلال المدير الفني بتاعه النهارده كابتن حماده صدقي يمكن مفاجاه كان بالنسبه لي انه النهارده تعين مدير فني لنادي سموحه. يعني بالنسبه لنا كلنا يعني حتى انا بسال حد بقول له طب هو ازاي طلع من السودان ومشي وصل القاهره؟ ازاي كان في اجازه يعني بعد الماتش؟ ازاي هو مشي امبارح بالليل مثلا بعد الماتش مثلا؟ كان في اجازه يعني برضه كان مفاجاه بالنسبه لي. رغم انه الخبر يمكن يكون معروف من اول امبارح، ناس برضه رميته كده انه خلاص كابتن. لكن انا عايز اقول لك ايه،
تقدر تعمل بس حس بايه؟ انا عايز اقول لك ايه، حس بقيمه المكان، المكان يستحق منك، المكان اللي ادالك الاسم والشهره والمرحله اللي انت لو وصلت لها يستحق منك انت تموت نفسك عشان جمهوره. ما ينفعش جمهور الاهلي لن يقبل الموسم السابع على التوالي. ان شاء الله مش هيحصل، يعني ما يكونش يعني انت كنت طرف في النهائيتين 2017 2018 وخسرتهم زي ما قلنا، بنعيد نفس الكلام. لا، لو عاوز بطولة افريقيا لازم تعرف معنى الفوز خارجي. الاهلي ما خدش افريقيا غير لما كان بيخلص مباريات بره. يعني رجعنا للتاريخ وبدانا نجيب ورقه وقلم ونكتب ونشوف عدد المباريات اللي انت كسبتها خارج ملعبك قد ايه، وعدد المباريات اللي انت كسبتها جوه ملعبك او خسرتها، تلقى لا عدد الفوز كان اكتر وقتها. دلوقتي في الفتره من 2015 في مشكله، الجو العام كله اتغير يا صاحبي. ما انا بقول لك اهو، مش عاوز اقارن بالظبط ما بين الجيل الذهبي بالظبط والجيل الحالي عشان ما اظلمش حد، بس عاوز اقول الجيل الحالي عندهم قدرات يقدروا عندهم طبعا. وفايلر عمل حاجه كانت غايبه في الثلاث سنين او الاربع سنين اللي فاتوا، بدا يبقى في شكل، بس محتاج شغل اكتر، محتاج العمل يكون اكتر، محتاج معالجه الاخطاء الدفاعيه بشكل التنظيم الدفاعي محتاج شغل كتير جدا، محتاج فعلا بامانه. يعني ايه محتاج؟ يعني على طول هتقول لي تلاحم، بتقول لك خلاص ما انت ما عندكش غير الدوري هو بطوله افريقيا، ما عادش عندك كلام تاني، البطوله العربيه خلاص ثابت، فخلاص بقى ما عادش في مبرر كابتن يقول لك كل ما انت كل ثلاث ايام والرابع ماتش، ثلاث ايام راحه والرابع ماتش، خلاص هي بقت كده. فاعتقد انه يعني الفرصه قائمه، والفرصه لا ويعني الاهلي باذن الله تعالى ان شاء الله هيكون متاهل على من المجموعه، لكن باقدام لعبته وباخلاصهم وبالقتال والدفاع عن انفسهم انه لا ان هم يستحقوا ان يكونوا في دور الثمانيه، دور الثمانيه يستحقوا يكونوا في المباراه النهائيه باذن الله. هو فايلر ما قالش اي اعذار، فايلر احنا كنا ما نستحقش المكسب. يعني هو واقعي جدا. طبعا. لكن انا كمدرب لما يكون طلع من عندي وليد سليمان اللي هو بيكسبنا ماتشات باقل حاجه دلوقتي، مجدي قفشه ما كانش في مستواه اصلا واتصاب وطلع كمان، رمضان صبحي عندك لعيبه برضو بتعمل فارق. طبعا انا مش عايز كلام، مش هنقول مبررات. النجم الساحلي لما خسر في الهلال، لما خسر من الهلال في تونس، الهلال خسر من النجم الساحلي في السودان. هل احنا متخوفين من لسه سان داونز رعبانه شويه؟ خايف ان احنا نخرج، خايف ان احنا ده اللي مصدر لنا الخوف والقلق، مع ان انا عن نفسي شايف ان احنا كنا ممكن نكسب وظروفه خلاص، لكن انا ان شاء الله باذن ربنا متاكد ان احنا نكسب النجم هنا وان شاء الله نكسب السودانيين هناك. فايه حاله القلق اللي متصدره لنا؟ مع ان انت لسه انت تاني المجموعه 7 نقاط، النجم 9 نقاط وجاي لك. انا بقول لك لسه اثار حاله الخوف دي موجوده عندنا بسبب مباراه، انا قلت لك مباراه سان داونز دي عامله كده، يعني المفروض تبقى درس ينطلق منها، يعني ايه يعود اسد افريقيا كمكان، اللعيبه متاثره، يكون الحاله اللعيبه متاثره. يعني انا بكلمك اهو، دي محتاجه بص، محتاجه شغل من جهاز فني. خلاص الطبيب النفسي ما بقاش عيب، بقى شيء موجود وشيء ده خلاص، يعني ما احنا مش بنقول حاجه خزعبلات زي ما بيقولوا، لا يعني محتاج انك انت ايه، الناس تقعد تتكلم، لازم الناس تقعد تتكلم على اللعيبه، لازم يبقى في حاله نقاش، لازم يبقى في، مش عاوز اقول لك ايه، يعني نفسي انه اللعيبه تقضي اكتر يعني اطول فتره ممكنه في النادي. قناعاتي الشخصيه عاوز تبقى موجود في النادي، يعني مش تيجي تاخد تمرين ساعتين ثلاثه وتمشي، عاوزك يعني عاوز تبقى موجود حتى لو في حاجه صحية. الحاجه محتاجه تتزود، محتاجه انت تطور نفسك انت، يعني عاوز اقول لك ايه، انت بقى شغلتك الكوره، فيها ايه لما تزود نفسك لو حاسس نفسك قليل في حاجه، يعني عاوز الجهاز الفني نفسه، يعني بص يعني طبعا يقول لك يا عم ده فنيا وده شغل الجهاز الفني وهم شايفين كده والدنيا يا عم زي الفل، انا بقى يعني بقول لك انك انت الناس اللي جايه عليك، يعني ايه، مش هنرجع بقى لحته ابن، لا كله دلوقتي ابن النادي خلاص، بس فنانه الاهلي فانت ابن النادي، لازم بقى تعرف ابن النادي ده ايه، يعني لازم تعرف النادي اللي انت بتلعب له ده شكله ايه، شكله ايه، انك انت تقعد بقى تعيش بقى الجو وتعرف تقدر تعيش، يعني ايه يبقى في عندك الروح من خلال لما اقعد مثلا مع كابتن حميد ولعب في نادي وعمل احنا عملنا فوق، يعني
يبقى في حاله من حالات النقاش، لكن ما تاخدش المساله انا ركبت 3-4 ساعات تمرين وانا امشي وخلاص وذهني لا. الاهلي اللي ما يعرفوش الاهلي حاجه كبيره جدا يا جماعه. اكيد يعني ايه الاهلي يستحق فعلا، وجمهوره يستحق انك انت تموت نفسك في الملعب طالما لم يقصر معك الاهلي، فلماذا انت تقصر مع الاهلي؟ اكيد اكيد ده السؤال. أكيد. ليه؟ ليه 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 تفرط؟ ليه 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 بالسهوله انت تحط نفسك في ضغط؟ ما انت كان يعني كل شيء حصل، لكن ممكن تبقى عندك اعصابك هاديه وتتاهل وانت مرتاح. يعني كان مباراه 24 يناير دي مباراه التاهل وخلصنا كده. يبقى تفكر بقى في دور الثمانيه، تفكر في الدوري، تكمل مشوارك، عندك داخل في السوبر المحلي وعندك مجموعه من الماتشات ضغط متوالي في شهر اخر يناير يعني لا يعني كابتن اتمنى من الجهاز الفني ومن اداره الكوره ومن لجنه التخطيط لا العمليه محتاجه دعم، محتاجه توعيه، محتاجه مسانده، محتاجه الناس دي اللعيبه لازم تعرف انه لا الاهلي يستحق منكم ان كنتوا يعني تعملوا اكتر من كده. طب تفتكر ان في حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي ممكن ياثر؟ مش مساله يعني ممكن يحصل نوع من عدم اللامبالاه، ممكن يحصل نوع من عدم الثقه، يعني بلاتينو هننزل نخلص تخطف جول فتفاجئ بماتش انت يعني ايه ما كنتش تتوقعه. يعني ممكن يوصل لعيبه خلاص انا يعني هنلاعب مثلا اي فرقه، لا ده انت لابد انك تحترم ها الاقل منك وتحطه في درجه مهمه اكتر من اي فريق بطل، لكن هتواجه بطل هتبقى على قدر لكن الاقل منك ده ممكن يبغتك، ممكن يفاجئك بحاجه انت ممكن يبقى يومه وانت كلاعب كوره في حاجه ممكن يبقى يومك والنهارده ممكن تروح بيها على الجول 5-6 مرات. انت امبارح لو شفت حجم الفرص اللي اضاعها فريق الهلال اتفرجت على الماتش شفت انت فكان النتيجه انه الهلال سجل هدف في مرمى والتانيين خطفوا هدف. شفت بقى الكوره اللي فيك ده لو ما كانش جه عمره ما انا بقول لك اهو. يعني علي معلول اللعيب الوحيد اللي دايما بيكمل ورا الكوره مغطي الاوفسايد علي معلول، يعني لولا كده هم مش هيجيبوا فيك جوان. ما انا بقول لك بس اهو. انت زي ما حضرتك بتقول كده انت الفرقه راحت خطفك جون، ايه ده اللي حصل؟ اخدت شوم على دماغك عشان تفوق منها، رحت جايب جون ورحت راجع تاني برضو ما تفهمش ايه اللي بيحصل. شفت انت ان هي بتبقى حاجه جماعيه دي علامه استفهام بالنسبه لنا. يعني انا الطبيعي ان في 1-2-3-4 مستواهم بيبقى قليل، لكن الموضوع بيبقى حاله جماعيه. طيب هنا 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 ما خدتش بالك فين دور القائد؟ فين دور القائد اللي يقدر يصرخ في زمايله في الملعب عشان يفوقهم؟ فين دور القائد اللي يلم الفرقه يفوقها يقول في ايه؟ في حاجه لا انا بكلمك اهو. هو دور القائد فيه ايه يا ولد؟ هو يبقى هو الوحيد اللي هو صاحب في الملعب وشايف بتاعه وبيتكلم مع ده وبتنادي على ده وبياخد بيدعم ده وبيسند ده وبيقف مع ده. يعني عاوز اقول لك ايه؟ القائد ده شيء اساسي في الفرقه الكبيره. يعني يبقى ترمومتر ومبسط العينين ومن التحرك ومن الكلام. طب ايه الاوراق اللي عند فايلر كان ممكن يستخدمها؟ انا شايف ان هو برضو فايلر يعني هو ماتش كان غريب، يعني ماتش كان غريب. لا ماتش الشوط الاولاني مش يعني ايه ممكن تقعد تتفرج وتقول هو الاهلي لابس فانيله خضراء واحد. وبعدين انت كمان ما تعرفش ولا لما بدات تزعل شويه جبت جون وتسيدت الموقف. حلو كلام ما كملتش ليه؟ جبنا جون تاني مش عايز انا مش عايز اتكلم. لا ما تبص ما التحكيم عشان بص عايز اقول لك على حاجه ما احنا ايه انا بكلم لا انا مستغرب برضو وعايز اقول لك ايه ماشي الحكم جون يحبطك الحكم الكونغولي اللي هو جون جاك ده والاخ حامل تعالى شوف واقف ازاي برضه هيقعد النادي الاهلي برضو كل مره يقدم مذكره ونطلب مش عارف ايه وروح يا عم الحاج احمد شوف لنا وما بتحججش ماشي لكن هو ايه طول عمر الاهلي حاطط مبدا اللي احنا شفناه وعصرناه مع على مدار رؤساء وهم بيقعدوا لما يتكلموا على التحكيم يقول لك ما تبصش على الحكم انت بالزبط. تجبر الحكم انك تخش الكره تخش بالكره الجول احنا جبنا جول مش قادر يعمل لك حاجه ما انا بكلمك اهو المشكله الحكم واقف صح اللاين مان واقف صح اللاين مان يعني اتورط فيها دي يعني اتورط فيها توريطه غريبه جدا بالزبط. يعني هدف صحيح بس عاوز اقول لك ايه انت لما ضغطت يا كابتن ما كملتش ليه؟ ايه اللي خلاك ترجع حتى لما اتلغى الهدف ليه رجعت؟ انا بقول لك انا مش فاهم لكن اللي انا فاهمه ده كمان انت انا يعني كمان انت لازم تحيي محمد الشناوي. محمد الشناوي في التسديده اللي الراجل اتساب وحده يعني اتفتح له الملعب
وحط واحده يعني صعبه جدا. يعني يا جماعه محمد الشناوي تطور بشكل كويس جدا ما شاء الله. ها؟ ما شاء الله ماشي. لاحظوا حتى في يعني في مباريات الدوري في لقطات كثيره جدا بيشيل كور كان ممكن تيجي جوال تعمل مشكله. كان لسه النتيجه 0-0 دي حقيقه، والنتيجه 1-0 كان ممكن النتيجه 2-1 يعني. عاوز اقول ايه؟ ليه 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 حاله بعض الاحيان بعض اللعيبه بتفقد التركيز فتترك للمنافس فرصه؟ مفيش يا كابتن حميد ده مفيش حد بيضغط على الكاش بيضغط على بشكل الاول، مفيش ضغط. انت كانك بتجري معاه يعني سايب انت ماشي جنبه. لا في حاله غريبه في الماتش محمد الشناوي غير مروان بصراحه. لا 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 بص بص هي. بص كابتن انا عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. مع كامل احترامي لكل اللي بيتقال، الاهلي في حاجه الى مدافع. انا يعني متمسك بالراي ده، ومستر فيري هو حر واللي بيدير هم احرار، وتحت مسمى احنا فرقه ما بتدافعش. يا كابتن انت فرقه ما بتدافعش مع العين وعلى راس، لكن انت في وقت بالفعل محتاج تدعيم. انت بتدور دلوقتي، هو الراجل عاوز يقتنع انه خط الدفاع بتاعه بيبني الكره من تحت 10 على 10. يعني انت بتدور زي ما احنا قلنا بكده مع حضرتك، بتدور على طبيعه شخصيه عماد النحاس ووائل جمعه والناس دي، ماشي صح؟ راجل لعيب كوره يعني مدافع، مش مهمته انه يشلت ويشوط، لا محتاج فاهم كوره فبيريحك يعني ايه، بيبقى عينك اللي تمام. من ورا اللي جايه. طيب الكلام ده هيجي في هيجي هيجي في مباراتين في 10؟ لا ده محتاج شغل، انك انت تقعد هتقعد تعلم في السن ده، هتقعد تعلم وتصحح. ها محتاج بقى حد بقى يكون عندك بقى ايه خبره تجيب ويدعم بقى المكان ده يقفل لك، لانك انت بقى عندك مشاكل في الكرات العكسيه، مشاكل في الكرات البينيه، التحرك نفسه والتنظيم الدفاعي محتاج شغل. اذا الاهلي ما خدش باله لانه في دور الثمانيه خلاص ده خروج المغلوب خلاص. يعني ايه الغلطه يعني بفوره زي ما بيقولوا. فاعتقد المركز الاولى بالتدعيم هو خط الدفاع. تمام، خط الدفاع في المساكين ولا في الباك ليفت ولا لا في المساكين؟ لا لا في المساكين، لا في المساكين. انا شايف ان علي معلول بيقوم دور الدفاعي على على علي معلول اتساب وحده امبارح. قول لي مين كان بيغطي قدام؟ هو علي معلول. انا بقول لك اهو، يا بص بص على ظهير ايسر يعني عصري. انا بقول لحضرتك مين اللي ساعده امبارح؟ مين كان بيلعب قدام؟ بص لا يعني ايه، بص عايز اقول لك حاجه، كانت كل يعني كل الكرات العكسيه عامله مشكله لعلي معلول امبارح. ده هم كانوا عاملين شارع امبارح في الناحيه اليمين اللي هي الشمال بتاعت الناحيه اليمين بتاعتهم الشمال بتاعت شارع حتى في الشوط الثاني رايحين جايين علي. طب هيعمل ايه؟ جونر اوجيه مش متعود ينزل في ما انا بكلمك اهو قوي. رمضان صبحي دايما كنت بقول ان هو بيبقى سبب في تالق علي معلول، لان رمضان كان بينزل بيعمل الحاله دي. ما انا بكلمك، انا بقول لك اهو، بص شوف انت ايه، بص شوف شوف المساحه دي كانت مسابقه مسكين كان علي معلول. يعني وانت بتتفرج يصعب عليك مش عارف يعمل ايه، واي حد مكانه يتعمل فيه اكتر من كده. المفروض يعني ايه رايحين ده عليه. بص يا كابتن كان بيروحوا عليه ثلاثه وبعد الحين يضموا عليه اربعه. هو ماتش مش عاوز اقول للنسيان، هو ماتش للذكرى ودرس انه لا افريقيا لا يعني نقطه من اول الصدر. محتاج بقى تغير. جميل. محتاج شكل تاني مختلف دفاعيا هجوميا. خلاص بعد كده من ماتش النجم لا المباراه الوضع هيبقى لازم يبقى فيه مختلف. مساله انك انت يعني يعني تقول ان انا هاجم والدفاع، لا المنافس عارف نفسه عايز ايه منك. هيلعب هو لما بيخطف منك جول بيقفل لك. لا ان شاء الله مفيش مجال. انا مفيش مجال، مفيش مجال. فاللي انا عايز اقوله الناس عندها ثقه في اللعيبه، الناس عندها ثقه في الجهاز الفني عامل اداء على المستوى المحلي اكثر من رائع. اتمنى انه الاداء اللي على المستوى المحلي ده يبقى في افريقيا، لانه افريقيا من وجهه يعني من كلام الجمهور ومن الناس المتابعه والناس اللي كلها تركيزها انه افريقيا رقم واحد للاهلي مش الدوري. عشان بقى لها كتير. عشان بقى لها كتير رقم واحد. انت فرقه اقل من الفرق اللي انت لعبتها، هي دي بس المشكله. وبعدين انت ما شاء الله عامل، انت مش عامل طفره في الفرقه، انت عامل فعلا، انت عامل فعلا طفره في الفرقه، طفره فنيه وهجوميا وتنظيميا. حلو الكلام. ومحتاج بامانه شديده محتاج تعرف ايه اسباب حجم الاصابات المرعب
انت السنه اللي فاتت عندك نفس المشكله على فكره. بس السنه اللي فاتت وانت عندك نفس المشكله لما جبت حتى مرت الاثار، شوف كميه الاصابات اللي وقعت منك. اصابات غريبه جدا. واحد ماشي في الملعب يقع مش عارف خلفيه، واحد مش عارف ايه عضله مش عارف، واحد التواء مش عارف ايه، في ايه؟ هل دي ارضيه ملعب؟ لا. هل دي مثلا احمال زياده؟ لا لا. هل دي يعني مشاكل عضليه عند اللاعب نفسه؟ لا برضه. برضه ما عاوزين يعني، طب في حد يعني عامل حاجه واحنا لا 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 خالص يعني قول لنا بس عشان لا تحسين ان انا حصل نفسي ده مش عيب، لكن انا بتكلم في انا بتكلم لعيب النادي الاهلي. هو اكيد حضرتك يا استاذ محمود يعني عارف يعني ايه لعيب نادي الاهلي. لعيب نادي الاهلي عليه كميه ضغوطات عصبيه، لو هو ما خدش الموضوع بثقه كبيره جدا هيتصاب، مفيش مفر. لان انا احتكينا باللعيبه وعرفنا الدنيا فيها ايه. لعيبنا اللي تحديدا لان عنده جمهور ما بيهزرش في اي حاجه، وعايز نادي دايما رقم واحد، دايما بيكسب. هو مش مشكله المنافس شكله ايه، مش مشكله المنافس عنده طموح ولا ما عندوش طموح. انت لو بتلعب برشلونه الجمهور عايزك تكسب برشلونه، فعليه كميه ضغوطات لو ما استحملهاش بيتصاب. ده تفسيري الوحيد. لكن انا ملعب لا، في لعيبه بتتمرن في ملاعب اساسا اسفلت. التحمل لا، عندنا مدربين دلوقتي ما شاء الله عارفين يعني ايه تحمل. في انديه تانية ما عندهاش تحمل اساسا ولا عندها اساسا مدربين احمال ومفيش مشكله خالص. لكن هي في حته الضغط العصبي يصيب اي حد يتصاب. طيب خلاص، يبقى الضغط العصبي ده محتاج اكيد ليه حلول. يعني انت يعني اختيارك للاعيب نفسه يكون عنده، هتشوف بقى قدراته انه يتحمل الضغوط الكبيره الجماهيريه. استحاله تعرف يعني ما تعمل ايه؟ يعني انت ونصيبك؟ استحاله، هي دي الموضوع. انت ونصيبك؟ يعني الموضوع يا استاذ محمود من الصغر ازاي تفهم لعيب الكوره ازاي يتحمل ضغوطات نفسيه، ضغوطات عصبيه، ضغوطات عضليه، ازاي يبقى لعيب كوره محترف؟ موضوع كبير يعني. موضوع كبير بالنسبه لنا. محتاج بقى تاسيس بقى من من الثمان سنين زي ما انت طالع بقى. لا عندنا مشكله، بص عايز اقول لك اتفضل. عندنا مشكلة في اللاعب المصري، عندنا مشكلة طبعا، وموضوع يستحق يتقال فيه كتب ودراسات وحواديت. وانت بص على المستوى العام كده، يعني حتى لما تيجي تعمل منتخب مصر في مشكلة طبعاً. طبعا لو ما قلتش في مشكلة اقول لك يبقى انت مش شايف كويس. احنا ياما اتكلمنا لا 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 بص، المواهب نضبت بشكل مرعب. مفيش عندك دلوقتي يعني ما كامل احترام من الناس الموجوده حاليا، ها مش عارف لو قارنتها باللي قبلهم هتبقى فيهم مشكله بالنسبه لهم في الشخصيه وفي المهاره وفي القوه وفي حاجات تانية كتير جدا. مع ان انت عندك الـ 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 الولد المصري بيتولد لو لعيب كوره، بيتولد ربنا خلقه لعيب كوره. بس يعني بعد فتره كده ايه بتقضي عليه، انت بعد كده بعد فتره كده بيجي يوصل لمرحله. فاللي انا في اللي انا عايز اقوله لك، لازم يعني تيم الاهلي يامن بنفسه. جميل قوي الكلمه، أه؟ جميل قوي. لازم يامن بنفسه انه بيمثل البطل. جميل قوي ان هو بيلعب في نادي الاهلي، ان هو يستاهل يمثل البطل. فلازم أوي ايمانه بنفسه ده ينعكس على الملعب. جميل قوي. في افريقيا بالذات يعني الدوري المحلي، مش عاوزين نقول والدوري المحلي ليس مقياسا لافريقيا، ماشي، لكن مش معنى ذلك عشان انت بتكسب يعني الدوري المحلي ضعيف. لا، الدوري المحلي لا فيه منافسه أكيد. بس ايه كان يعني كان نفسنا يبقى الدوري المحلي فيه جمهور، فيبقى عامل بقى ايه عوامل بقى الضغط بقى. ما هو الجمهور بيحطك تحت ضغط والاخطاء واللعب والجو والمشحون، ما دي كلها، ما هي الخبرات بتيجي من فين؟ بس بتفاعل سما الجمهور يا كابتن. هي الخبرات بتيجي من فين يا كابتن؟ الخبرات بتيجي من انك انت ممكن ترتكب اخطاء مره فتتعلم من الخطا فتخطا فتتعلم فيبقى عندك خلاص بقى عندك جمله ها بيتحط خبره، الخبره خبره، الخطا من الخطا بقى عندك خبرات بقى خلاص بديت حافظ. دي حاجه. حاجه ثانيه، عندك جمهور تعرضت للجمهور بالضغط بتاعه بالمباراه المشحونه والتحكيم وهنا هو ده اللي بيدي. وبعدين الجمهور بيحلق بيخليك تطلع كل اللي جواك، كل واحد عاوز يبين قدراته بالظبط. لكن انت كده الوضع باستمراره ده مش هينفع. يعني اسالك ده في بطولات افريقيا، طيب ان شاء الله تاهل الاهلي والزمالك، وادي عندك بيراميدز والمصري اول وثاني المجموعه. خلي بالك من دور الثمانيه الجمهور 75% حضور من الملعب. هيفرق كتير جدا. انا بقول لك اهو هيفرق. الاتحاد الافريقي مش انا اللي هقول ده، لائحه الاتحاد الافريقي بتقول لك كده. يعني حضور الجمهور مش هتقدر تحدده ما بين 10 او 15. 75% من الملعب. من قوه الملعب. خلاص، ما انت لازم يبقى في شكل. يعني انت ايه؟ هتروح مثلا تلعب مثلا
جات لك القرعه جات لك مثلا مع الترجي، جات لك مع مازيمبي، جات لك مع الوداد، جات لك مع يعني مثلا شوف بقى الملعب يبقى عامل ازاي. هتيجي انت هنا تقول له مش عارف ايه، لا طب مش هينفع طبعا. فاللي انا عايزه الايمان بقيمتك انت وقدراتك كلاعب بتمثل النادي الاهلي، لازم اذا كان جهدك 10 لازم يبقى 20 و30. حلو جدا. اذا كان جهدك قد كده لازم يتزود، لازم انت نفسك تشتغل على نفسك، تشتغل نفسك وتزود الحاجات اللي عندك وتطلب وتقول انا هعمل كذا. يعني عاوز اقول لك ايه، انت اصرارك انك انت لازم تقدم نفسك بشكل مختلف، انت منتظر ايه تاني؟ يعني انت منتظر ايه تاني؟ منتظر ماديا وامور مستقره بالنسبه لك، شهره، ولازم الشهره دي ليها حسابات تانية، في ممكن توصل لمرحله ابعد مما تتخيل. بس من حجم ايه؟ شوف الجمهور بيقدر ازاي اللعيب اللي عنده قلب ميت في الملعب. بالظبط بالظبط. دي بقى اللي بتعمل لك الفرق. ما هي الفرقه البطله بتبقى ازاي؟ بين الروح اللعيبه بتاعتها في الملعب. شوف الالتحامات والاحتكاكات تبقى فيه، في لعيب يبقى واقف على رجليه مش لعيب بيخاف. والروح دي ميزه من ميزه. لا ده ميزه، ده شيء. ده بص الابطال دايما كده، اللي يفرق بص اللاعبون جميعهم متشابهون، متشابهون. اللي بيفرق الروح لاعب من لاعب، لاعب بيكمل بتقدر فيه، لاعب يحبه المدرب انه يلعب باك رايت ويلعب باك ليفت ويلعب ديفندر ويلعب مساك وما بقولش لا، بس المدرب عارف قدراته. تمام خلاص. وفي لاعب يقول لك ما اقدرش العب، ونقدر نحكي وقاعة حصلت مع مانويل، مع لعيبه حصل لها ظروف ومع مدربين الفرقه اتصاب فيها، تعرضت لمواقف. بيبقى شخصيه اللاعب الفريق البطل بتبقى مختلفه. تمام. يعني مش محتاجه، لا مش محتاجه انك انت يعني زي بتخش مكان وتخش تطلع في مكان تاني. لا يعني مش اي لعيب يلعب في فرقه. لا انا عايز اقول حجم البطل مش المساله انه نحن مطالب انك فقدان الثقه، لا بناء الثقه. بس اللعيبه نفسها لازم تبرهن بكده. انت واخد كل الدعم من جمهورك ومساندتك وادارتك والكلام ده، منتظر ايه تاني؟ منتظر ايه تعمل ايه تاني؟ يعني ايه المفروض تعمله؟ المفروض تعمله انك انت تموت نفسك بقى. يعني ماتش زي ده حصل الظروف ماشي، ده كده وبعدين هنقف عنده ونعيط ونبكي؟ خالص خالص خالص، بالعكس. ولا خلاص بالعكس، عشان كده قفلنا وبدانا. اديك راجع عندك مباريات في الدوري، خلاص اركز في مباريات الدوري وتركيز وهدف وطموحي. انا ما بحبش في كلمات ما بحبهاش كابتن امام، مع كامل احترامي يعني. اصله بنلعب كل 3 ايام، اصله احنا مضغوطين، اصله الجمهور بيضغط عليك. يعني الجمهور ايه بيضغط عليك؟ هو عمل الجمهور، اذا كان الجمهور بيساندك والجمهور عاوز يمين، يعني قاعد معاك مثلا الجمهور في الملعب مثلا، ولا قاعد معاك في اوضه اللبس؟ الجمهور ده احنا نفسنا الجمهور يقعد معانا. انا بكلمك يعني انت المفروض ايه؟ هو الجمهور عايز ايه منك؟ الجمهور ده احلى حاجه في الدنيا. ما انا يعني فانت ايه؟ ما تديش لنفسك مبررات بان يحصل عندك تقصير. بس هو في حد طلع على المبررات؟ مش بقول حد طلع على المبررات، انا بقول لك لن تقبل بعد اليوم مبررات خالص اصلا. واحنا طول عمرنا بنلعب 3-4، مش هيفرق مع الكلام ده مع النادي الاهلي خالص خالص. اتمنى ان شاء الله يكون درس مفيد يعني باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله باذن الله. انا دايما بقول للجمهور احنا منكم، احنا جماهير دلوقتي وحاسين بيكم جدا جدا، ونفسنا الاهلي يكسب اي حد زي ما كنت بتكلم على الاستاذ محمود، لكن احنا عايزين دايما في دار اللعيب، في دار اللعيب ان شاء الله مفيش حاجه حصلت باذن الله. وزي ما بيقول الاستاذ محمود، لازم لعيب النادي الاهلي يؤمن ان هو في النادي الاهلي، يؤمن ان هو عنده جماهير عريقه وكبيره جدا، يؤمن ان هو في قلب كيان كبير جدا جدا هيتخلص من حجم الضغوطات. الضغوطات مش ضغوطات جماهيريه، الضغوطات ان انا عايز اكسب عشان ارضي الجمهور، عايز اكسب عشان ارضي ذاتي، عايز اكسب عشان ما ينفعش اتعادل. لو اتدخل فيها جول هي دي، انا حاسس ان دي مشكله. البطل لما بيدخل حتى اللي هو في الالعاب الانديفيديوال اللي هي الفرديه، الملاكمه، التنس، لما تلاقي حتى في الملاكمه البطل لما بيدخل بياخد واحده في وشه بيرجع بصعوبه. بس لازم احنا نتعود ان احنا يجي فينا جون، لا احنا بقالنا كتير جدا ما جاش فينا جون، احنا دايما اللي بنجيب هيجي في الجوال. هيجي كده كده هيجي، هيجي في الجوال. ما هو ما انت جه في الجول اهو. بالظبط. شوف انت قعدت قد ايه يا كابتن؟ قعدت حوالي 55 او 60 دقيقه مش موجودين لغايه لما لغايه ما جيت انت جبت الجول. بالظبط. طيب هي المواقف دي بتعمل ايه؟ الموقف دي بتعلمك بقى. بالظبط. بتعلمك ان ده بص جميل قوي. بص كابتن، ده درس صغير. ده عارف انت قرصه الودن؟ ها؟ انت هنا قصرت شويه. جميل قوي. انت ايه؟ يعني ما احترمتش المنافسه قوي. فانا بقرصك اهو. ها؟ ربنا اداك جرس انذار. اعرف بقى قيمتك بقى.
فوق بقى واحترم اللي معاك. جميل. اذا ما انت ما عملتش كده وما خدتش خطوه لا خلاص يبقى انت سيب افريقيا دي. جميل. خلاص يعني جميل ما تدخلش فيها وتعمل تعرض نفسك لموقف من مواقف انت عملت فيها ازمه لجماهيرك. يعني ايه؟ لا محتاجه، لا محتاجه روح قتاليه تانية خالص. ولو انت ما شفتش وما عرفتش لا يا سيدي يجيبوا لك الناس اللي شافوا تعمل تتفرج عليه هي عملت ايه باذن الله. اداه ودود ان شاء الله باذن الله باذن الله. انا عايز بس حي مروان، لان مروان خد كميه انتقادات سلبيه وايجابيه كبيره جدا جدا لدرجه ان هو كان بدا يلعب الكوره كانه مدافع. يعني كروس بيطلعها كروس بيرجعها، وقدر يرجع تاني مروان محسن وجاب جول هايل وعمل اسيستات كتير جدا. كان فعلا مروان يعني ما شاء الله عليه، ان شاء الله يفضل كده، وان شاء الله باذن الله باذن الله هم اداوا ودود يا استاذ محمود ان شاء الله. هو الاهداف الاهداف رزق، ومروان الاهلي ما جابوش كده يعني من فراغ. اكيد بعض الاحيان بيبقى عندك يعني سوء يعني عدم توفيق بتبقى مش في يومك. يمكن يعني هي المباراه الدوري اللي هو ضيع فيها الفرصه كانت بغرابه شديده في سي مصر ماشي، كانت غريبه جدا. ودي خلت الناس يعني قلقت انه على ما يبدو يعني المسكين من شد الضغط انه فقد الثقه في نفسه. يعني ايه؟ نسي ان هو راس حربه فبقى عملت له مشكله. لكن عودته في مباراه البلاتينيوم يعني عوده ثقه، محتاج برضو شغل من الجهاز الفني، محتاج عمل اكتر من اللازم، محتاج دعم معنوي، محتاج دعم. انا شايفه بصوره او افضل ممكن يرجع ويعمل فرق مع النادي الاهلي في الماتشات اللي جايه ان شاء الله باذن الله باذن الله. تعالى عشان في مواضيع كتير جدا عايز اتكلم مع حضرتك فيها لان وقتنا الجري. شفت الاستاذ برجاوي على طول، بص اول ما اقول يلا عشان موضوع كتير يقول لي فاضل مش عارف كام دقيقه. ماشي يا استاذ برجاوي. الفار وخلاص الحمد لله الحمد لله رب اخيرا شفنا الاجهزه ونورت الدنيا وبدا التدريب النهارده. شايف الموضوع هياخد وقت؟ شايف يعني بعد الصبر ده كله الموضوع ان شاء الله يبقى كويس، هنديره كويس؟ عاوز اقول لك على حاجه. متخوف ليه؟ لا طبعا لا بص هو احنا احسن من الناس اللي برا؟ احنا يعني الدوري الانجليزي والدوريات الاوروبيه اللي احنا بنتفرج عليها وبنشوف اللي هم سابقنا شايفين السوبر الاسباني عامل يعني سابقنا. لازم لازم نعرف انه الفيديو هيبقى فيه اخطاء، لازم هيبقى نعرف انه الفيديو هيبقى فيه ايه؟ في اخطاء وفي انتقاد وفي هجوم وفي عدم تقبل وفي مشكله. مو متوقع ممكن يتم الاقتحام على الناس اللي في الفيديو ده قاعدين تعمل معاهم مشكله ازاي انت ازاي انت عسبت. فاللي انا عايز اقول ايه؟ رغم يعملوا على فكره مهمه جدا. لا لا ده لا لا كده انا من المباني يا جماعه بتاعت اوضه الفار. انا بكلمك اهو يعني عاوز اقول لك ايه؟ يعني الموضوع يعني ايه؟ الجماعه يعني الانجليز هم اللي عملوا الكوره. تمام. شوف حجم الانتقاد دلوقتي من النجوم الكبار والمدربين الكبار بمطالبه بالغاء حكم الفيديو لانه افقد كره القدم متعته. هي متعه كره القدم في ايه؟ في اخطائها في الاخطاء في الـ يعني عاوز اقول ايه؟ يعني الاخطاء على السواء بيستفيد منها كل فريق في كل مباراه، ممكن تستفيد انت من خطا والتاني يستفيد من اثنين. يعني مش ما تاخدهاش بصوره انه في مؤامره عليك من ده او ده، مش يعني مش من الكل او النيات مبيته ان انا اعمل معاك كذا. لو الكلام ده ثبت ده تبقى مصيبه وكارثه. يبقى الناس دي دخلت ازاي هنا؟ احنا عايشين في جو المؤامرات. ما احنا عايشين في الجو ده. فاللي عاوز اقول اللي عايشين في الحلم الوردي من تقنيه الفيديو هتبقى هي الواو يعني وهتكسر الدنيا، اقول له مش هتبقى قوي كده، مش هتبقى كده. ماشي. وهيبقى في مفاجات وفي ناس هتندم على انها طلبت تطبق حكم الفيديو وفي ناس هتاخد الفار وتطلع بيه ان شاء الله ان شاء الله تبقى كويسه باذن الله ان شاء الله. مباراه القمه السوبر الاهلي والزمالك ان شاء الله في الامارات، شايف الموضوع ازاي برضه بسرعه؟ مفاجاه والله انه اتعمل الماتش ده. يعني غريبه برضه ازاي اتعملوا فجاه كده، يعني ما كانش متوقع فيش اي حتى مقدمات. خلاص ماتش الاهلي والزمالك اتحدد جدول الدوري 19 فبراير، فجاه قال لك السوبر 20 ومباراه القمه في الدوري يوم 24. طب انا اقترح حاجه. اتفضل. طب ما نلعب مباراتين في بعض في هناك في ابو ظبي. يعني ايه؟ يعني بدل ما يرجعوا جايزتين. يعني مثلا المباراتين هيتلعب ثلاث نقاط، يعني مباراه هتتلعب مثلا في ابو ظبي ب 50,000، هتيجي هنا في القناه تلعبها ب 50 مشجع؟ يعني انا بسالك ربنا يكرمنا بقى ونجيب جمهور. ثواني فن. اتفضل. يعني تلعب مباراه السوبر في ابو ظبي ب 50,000 مشجع،
تيجي تلعبها في القاهره في الدوري ب 50 مشجع، طيب لعبتها في السوبر في بدايه الموسم الحالي ب 20 او 30 الف مشجع، وكان عامل شكل اكثر من رائع، والناس كلها اتفقت ان الموسم هيبقى فيه جمهور والجو كان حلو. ايه اللي خليك تلعب الدوري؟ ما تدي يعني، خلي المباريات الكبيره بحسابات تبقى حتى عامله شكل انه في يعني مدي شكل يعني الروح الحلوه للكوره، الجمهور هو كل حاجه في الكوره. فاتمنى هتبقى يعني موسم السنه دي موسم مشحون يعني، يعني مش عاوز اقول يا عيني انا مفاجاه كمان لو واحد من الفرقتين تصدر مجموعته اول بعض في افريقيا هتبقى ايه؟ ها؟ هتبقى ايه؟ يعني ايه؟ هتبقى سوبر دوري بطوله افريقيا مباراتين. طبعا تحصل. ها؟ تحصل. ممكن تحصل، وارد جدا. ممكن الزمالك عنده فرصه انه يتصدر مجموعته على فكره، يعني عمل نتيجه مع مازيمب هنا وطلع كسب يعني اول اغسطس كده. خلي الناس تفكر، ما تتصدر ما تتصدرش، انا بكلمك اهو وانت عندك فرصه ان شاء الله انك انت ممكن تتصدر باذن الله تعالى، تكسب ماتشين وتبقى قمه المجموعه. فانا عايز اقول لك ايه، ده كويس اكيد. المواجهات الكبيره بين الفرق الكبيره أكيد. بتبان يعني ايه خبرات اللعيبه، بتبان القدرات اللي انت قلت عليها اللي هو تحمل الضغوط. بالظبط. انك تلعب كل طرف اربع ايام مثلا مع الزمالك، هتبقى مواجهه الزمالك يلعب مع نفس الشيء، تلعب مثلا مع المصري او مع الاسماعيلي او مع هي دي ايه؟ هو انت خط افريقيا وسيطرت عليها في الفتره اللي في ال 10 سنين مثلا او ال 15 سنه اللي فاتوا من ايه؟ سواء على صعيد المنتخب او على صعيد الانديه. انه كان عندك دوري قوي. بالظبط بالظبط، عشان كده دايما بقول لا عشان بص انا بقول لك الدوري قوي، الدوري فيه احتكاك، فيه جمهور، فيه روح، في شغل بيتعمل، في مدربين. لكن انت النهارده لا، هتبقى مواجهات كويسه جدا، هتبقى في كوره، اتمنى تبقى في كوره زي ما احنا بنتفرج ونشوف يعني السوبر الاسباني عم يشوف الجو وشوف الاجواء الحلوه عامله ازاي، شوف الجمهور عامل ايه. انا اتمنى ذلك التوفيق ان شاء الله. اخر سؤال قدامنا دقيقه. تفعيل قرارات لجنه الانضباط، انا سبت لك دقيقه عشان نروح انا وانت مبسوطين. هي قرارات لجنه الانضباط يا ريس اللي هي فعالة بس انا يعني لجنه الانضباط شايفها ازاي، وشايف هل قراراتها مؤثره مش مؤثره، مفعله مش مفعله؟ يعني ده السؤال في العموم. هي قرارات لجنه الانضباط، هو قرارات الانضباط بتطبق على يعني الناس اللي على قدهم، هي اللي بتمشي عليهم القرارات. الناس الجامدين ما دام بيرجع يعتذر، احنا الحمد لله وبتطبق علينا الحمد لله، يطلع يعتذر فخلاص تقبل عذرك وشكرا وبالسلامه. لا لسه 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 مساله يعني انت دلوقتي بتقول انا عملت عليك عقوبه، هل من حقه يستأنف؟ قصدك الجامدين بمعنى ايه؟ يعني اللي بيلعبوا جيم وكده ولا الجامدين اللي هم ازاي؟ وصوتهم عالي وبيخوفوا ماشي. انا سمح الحمد لله الاهلي، الحمد لله الحمد لله حديد، الحمد لله رب. واي قرارات متقبلها لا لسه لسه بصدر تطبق. بص بص تطبق على اللي ما عندهمش صوت، اللي صوتهم مش مسموع، مش هتكلم معاهم، مش حد يسمعهم، ومفيش حد يدافع عنهم. لكن الناس التانيه عندهم 100 صوت، فتعمل لهم حساب وتعمل لهم حاجات كتير. انا دايما ببقى مبسوط وحضرتك معايا، ودايما بتشرف بيك، ودايما منور قناه الاهلي. الله يخليك، ربنا يخليك، وانا سعيد ان انا كنت معاك، ومفاجاه حلوه النهارده. ربنا يخليك، قلت لك مخصوص ان شاء الله يعني يا رب باذن الله تعالى. يعني اتمنى التوفيق كل الفرق المصريه في دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه. وبقول يا جماعه مهم جدا ان لازم نبقى موجودين، لانه ده صالح المنتخب. اكيد منتخب في ازمه كبيره جدا، ولو حصل اي تراجع في بطوله افريقيا هيدفع ثمن المنتخب. ربنا يخليكم، بتشكر لحضرتك جدا ونورت وشرفت. الكاتب الصحفي الكبير ورئيس القسم الرياضي بالاهرام الاستاذ الكبير الاستاذ محمود صبري كان ضيف هذه الفقره في الاهلي الليله وضيف الحلقه عموما. يعني بشكرك شكرا جزيلا، خلينا ورا مدينة، خلينا دايما في ظهر لاعبتنا، لاعبتنا قد قميص النادي الاهلي، وان شاء الله يشرفونا باذن الله في افريقيا باذن الله تكون من نصر. دايما بتشرف بيكم، ومع السلامه.